أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يرد أحياناً عن بعض العلماء أنه قد تشكل عليه مسألة علمية أو صحة حديث، فيحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره أن الصحيح كذا وكذا، فهل يؤخذ بمثل هذا؟ يمكن هذا، نعم يمكن، يمكن يحصل هذا، يمكن أنه يحصل هذا، نعم.